عندنا اليوم محور حلقتنا واللي هو واحد من أجمل الأشياء اللي يتحدث عن أساليب التصميم المنزلي والتخطيط، وأيضا اهتمام كبير لدى الكثيرين حيث يسعى هؤلاء الأشخاص بشكل دائم للبحث عن كل ما هو حديث وأيضا فريد في عالم ديكورات وتصميم الأماكن المتطورة. لهذا السبب بات من الضروري أن يضع كل شخص مخططه لشراء وترتيب الديكورات الداخلية والخارجية بنفس الوقت، سواء المنزل المكتب، وبما يتلائم مع ذوق كل شخص، مع أنه أكيد يعني كل واحد يخطط لتصميماته ويواجه بعض المعوقات خصوصا في عملية ضبط وتنسيق الألوان والقياسات وحجم الأثاث وغيرها من هذه الإشكالات والعوامل التي ينبغي فيها استشارة أكيد مختص في هذا الجمال لإظهار المنازل والمكاتب وغيرها بشكل الأمثل والأجمل. أكيد راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفة مختصة بهذا الموضوع، لكن بعد متابعة هذا التقرير فلنتابع. تعد مسألة اختيار أثاث المنزل من الأمور المهمة في الديكور المنزلي المرتبطة بجماليته وحسن مظهره، لذلك تحتاج هذه المسألة إلى تخطيط مسبق وابتعاد عن العشوائية في اختياره. من بيع شيء عشوائي لازم يكون اكو تنسيق مسبق من خلال انه الكوادر اللي موجودة عندنا، والتجهيز يكون يعني تقريبا يوم ثاني يوم يكون. بالنسبة للألوان، اختيار الألوان، ألوان هواي، يعني هو الزبون اللي يجي مثل ما تشوف موديلات هواي، هو الزبون يختار حسب النموذج اللي يعجبه. هنا احنا ككوادر تسويقية والمبيعات عندهم خبره بمجال الديكور، يعني تنسيق الالوان. هو مثلا مو مثلا عنده غرفه سوداء ينطي مثلا لون ابيض، او مثلا انطعمه باخشاب، هيك يكون يعني. اختيار الوان معينه وقياسات تتناسب مع مساحه الغرف مساله مشتركه بين الزبون وصاحب محل الاثاث، عن طريق اخذ القياسات والاطلاع على الالوان المناسبه لتضفي جماليه على ارجاء المنزل. حاليا العالم ترغب الالوان الابيض، يعني حسب السوق، السوق هسه شوي على الابيض ميلان، وقياسات الغرفه. عندنا غرف شبابيه وعندنا غرف نفرين 3 امتار 4 امتار، تروح للبيت تاخذ له القياسات كامل، يلا ذيك الساعه تجهزه، يعني مو بمجرد احنا نبيع وخلاص، يعني هذا زبون ينكسبه زبون دائمي. تحديد نوع الاثاث ما بين العصري والكلاسيكي نقطه محوريه في تجهيز المنازل، إلا إن أكثر العوائل تميل لاختيار أثاث صغير الحجم ذي الألوان الفاتحة لكي يعطي اتساعا في المكان بحسب مختصين في هذا المجال. لبرنامج صباح الخير يا عراق، سمير الحميدي، بغداد. مشاهدين الكرام، ورجعنا لكم الحديث أكثر عن محور حلقتنا لهذا اليوم، ويعتبر هذا المحور جدا مهم، وخصوصا أنه سيدات المنازل ما يحبون أنهم يشوفون منازلهم بأبهى وأجمل الطلات، وخصوصا بالآونة الأخيرة انتشرت ثقافة أنه احنا نستشير بمختص حتى يجمل لنا ويزين منازلنا بأبهى طلة، وتأثير الألوان على نفسية الإنسان. كل هذه الأشياء راح نعرفها من خلال ضيفتنا لهذا اليوم، الدكتورة رشا، أكاديمية ومصممة ديكور. صباح الخير والعافية عليك، وإحنا جدا سعيدين اليوم بانضمامك ويانا برنامج صباح الخير يا عراق. ونرتي حياتي، صباح الخير والعافية على عيونكم. طبعا شكرا لقناة العراقية على الدعوة الجميلة، وإن شاء الله يكون موضوعنا مثمر، وأتمنى من كل النساء العراقيات يعني يعتمدون الأشياء الصحيحة والأساسيات الصحيحة في التصميم الداخلي في المنزل، لأنه نحن اليوم في عصر الحداثة والتطور، وأصبح التصميم الداخلي هو يعني من أساسيات حياتنا اليومية صراحة. نعم، في كل شيء. نعم، بالسابق كان يمكن تزيين أو ديكورات المنزل مثل ما يقولون انه كل غرفه لون. بالوقت الحالي صرنا لا نستعين بمختص، يعني يمكن اي من الاشخاص من قررت انه اني
عمل ديكور بيتي، تعانيت بمختص بسبيل راحتي النفسية، شنو تأثير الألوان على الراحة النفسية؟ طبعا الألوان لها تأثير إيجابي وسلبي على نفسية الإنسان وعلى نفسية المتعلم والمعلم، وذلك لأنها كل لون له تردد إيجابي وسلبي، وذلك من خلال أنه الألوان يجب أن تعتمد على حسب الفضاء والمساحة اللي عندنا. يعني بالضبط، يعني ما يصير أنه أنا المساحات الصغيرة أعتمد لها الألوان الغامقة والمعتمة وبنفس الوقت ما راح تنطيني أن يرجع عالي، فلازم هنا الألوان تكون ملائمة للمساحة اللي عندي والفضاء والأثاث والإكسسواريز، يعني لا يكون عشوائي اختيارنا. اهلا ومرحبا بك دكتوره، انا استي وشرفت طبعا بصباح الخير يا عراق. اولا، ما هي اهميه التخطيط واستغلال المساحات في تصميمه، خصوصا اذا كانت المساحات محدوده او ضيقه؟ يمكن اذا كانت المساحات واسعه يكون حتى للمصمم الموضوع اسهل، ولكن كل ما صغرت المساحه كل ما صعب الموضوع بهذا. ما اهميه التخطيط بالمساحات الصغيره؟ يعني طبعا للتخطيط اهميه كبيره وله اساسيات كثيره، يجب على يعني الزبون او المعلم او المتعلم ان يعتمد هذه الاساسيات في التصميم الداخلي، وذلك لخلق بيئه صحيه صحيحه متناغمه متلائمة مع الظروف البيئيه اللي احنا نعيشها في الوقت الحاضر. يعني لكل فضاء له تصميم معين، يعني اليوم احنا ما يصير نعتمد، يعني هو التصميم هو خلق بيئة ملائمة للجو العام اللي يعني عايشة في المنزل. مثلا انه التصميم الداخلي يختلف عن التصميم الخارجي، لان يعني التصميم الخارجي راح يلم كل اساسيات العمارة، لكن التصميم الداخلي يبقى ذوق الزبون هو شلون يكون، يحتاج البيئة ما تتكون، يعني مثلا هل هو يحتاج البيئة ما تتكون كلش مريحة وهادئة، فهنا راح يختار أساسيات التصميم من تناغم اللوني، من تناغم عنصر الضوء. الإنارة مهمة جدا بتأثيرها على نفسية الإنسان في التصميم الداخلي. أيضا هنالك عدة أنماط في التصميم، مثلا النمط الكلاسيكي، النمط البوهيمي، النمط التقليدي، النمط الصناعي، النمط الأسكندنافي، هذه جميعها هي أنماط، فهنا يبقى ذوق هو الزبون أو المتعلم كيف راح يختار هذا النمط الملائم بالبيئة اللي هو يحتاجها ويشوف نفسه بها. طيب دكتورة، لو أنا اليوم ربة بيت مقبلة على تأثيث بيتي وعادة تصميم الديكور الداخلي للبيت، شنو تنصحيني يعني الخطوات الأولى؟ شلون أني أتصرف؟ شلون أني أفكر أنه أني أستعين بمختص أم لا أني أعتمد على الأنترنت؟ طبعا أكثر مشكلة احنا نواجهها بالوقت الحاضر هو دائما النساء تعتمد على البرامج الجاهزة، أنه تختار سكيتشات صور معينة تبدي تريد تنفذ نفس الصورة اللي موجودة. طبعا هذه عالم افتراضي، لا يجوز اعتماد الأفكار اللي تشوفها بالصورة أو بالبرامج البينترست، وهذا الشيء كلش خطأ. ليش؟ لأنه هنا ما راح تعرف انه هي هذه الصوره اللي شافتها راح تكون ملائمه 100% بالفضاء اللي عندها داخل البيت، وراح يصير عندها مشكله باختيار الاثاث، ما راح يكون موفق، اختيار اللون ما راح يكون موفق، لانه الصوره عالم افتراضي والواقع غير شيء. ليش؟ لانه هنا هي ما تعرف شنو معنى اتجاه الهواء، من حيكون اتجاه الضوء، انعكاسات الاناره وين راح تكون، هنا راح يصير عندها مشكله. فاني افضل انه ربة البيت يعني تعتمد على المختص، لأن راح يقلل لها الوقت والجهد والتكلفة، بيكون الاختيار صحيح 100% بالإضافة إلى بيئة صحية مريحة للنظر. نعم دكتورة، اليوم هي أذواق، أنا من محبي المثلثات والتخطيطات العمودية، مو محبي التخطيطات الدائرية. اليوم أكثر إقبال عند العائلة العراقية أو محبي التصميم اللي يكون على ضوابط حقيقية، هم محبي الكلاسيك أم محبي التصاميم الحديثة والديزاينات الحديثة اللي اليوم جاي تجينا باعتبار أنهم فتحنا على العالم، فنشوف أنه أكو تصاميم، لكن أكثر إقبال هل على التصاميم الكلاسيكية أم الحديثة؟ صراحة يعني أكو مشكلة كبيرة أنه الناس ما تفصل بين التصاميم المودرن والتصاميم الكلاسيك. التصاميم الكلاسيك أنه أنا بما أنه صممت كلاسيك لازم كل شيء
بتصميم الكلاسيك من اثاث، من اكسسواريز، من نعم. اناره، من ديكوريشن، من سقوف جبسيه صحيحه، كلها لازم تختص بالكلاسيك. احنا اليوم دا الاقي مشكله احيانا بالعمل صراحه مع الزبائن انه يكون دائما ما عنده فصل بين الكلاسيك والمودرن، يعني مسوي سقف مودرن وجدران كلاسيك ومشتغل اثاث كلاسيك، فيعني اكو خلط. لكن خلينا نقول اصبح مو حداثه يا دكتوره انه واحد يدمج ما بين الحداثه والكلاسيك، ما يجوز. يعني كل شيء تتشوه، كل شيء يصير تلوث بصري، لان راح يصير كم هائل من الخطوط المستقيمه والمربعه مع الزغارف النباتيه، هذه راح تكون كلش اوفر يعني، فما راح يكون اكو حريه للعين بطريقه مريحه يعني، وللنظر حيكون تشتت عندنا عالي. لكن الان اصبح تطور كبير، انه دا اشوف نسبه كبيره من المجتمع العراقي اصبح يفصل بين التصاميم المودرن مع التصاميم الكلاسيك مع التصاميم البوهيميه. بدت شويه عندنا هذا التطلع للثقافه اكثر، انه نعرف شنو معنى هذا التصميم وشلون نمزج الاثاث والاكسزاريس والاناره والخامات البديله مثل الخشب واللي كلها تخص الطبيعه. نعم. طيب. يعني أنا أشوف الحمد لله أنه إحنا اليوم يعني يوجد نقلة كبيرة نوعية بالتصاميم الداخلية، وذوق الزبائن أيضا بدأت تكون عندهم ذائقة فنية عالية. نعم. عن السنوات السابقة. نعم. طيب دكتورة، حضرتك اليوم دكتورة باختصاصك، لكن هذه المهنة أو هذا المجال أصبح فيه كثير من الدخلاء اللي هم بعيدين كل البعد عن التصميم الداخلي، ويقولون أني مصمم داخلي أو أني المصممة الداخلية الفلانية. يمكن هذه المشكلة كثير من العالم اليوم بدأت تعاني منها. أني من الأشخاص استعانيت بأحد الأشخاص اللي كان يدعي أنه هو مصمم ديكور داخلي، للأسف بعد ما أنطاني النتيجة النهائية قعدت يعني منهارة على النتيجة اللي بعيدة كل البعد عن الصورة. نعم أكيد. وين نعم. الصورة اللي تشوفها بالضبط؟ مشكلة يعني أبا ذر، هذه مشكلة يعني. أنا انهارت، لأن أنا كان البناء حديث وشغل ومنتظرة وكل يوم معرف، زين جت الصورة مختلفة تماما. زين هذول الدخلاء والمختصين بهذا المجال فعلا شلون نقدر احنا نميز بيناتهم؟ يعني احنا كمواطنين أو كأني كربة منزل، شلون أنه أنا أقدر أختار الشخص المناسب؟ صراحة أنا نفس الموضوع كنت أتكلم بيه قبل فترة، أنه كل اللي دا أشوف على السوشيال ميديا والإنستغرام، أنه كل اللي خلت كوشة وخلت لوحة قالت أنا مصممة ديكور، وفوتوشوب أيضا يستخدمون، وفوتوشوب وبرامج هذا الكاب كات يعني هي مو هنا الموضوع. مصمم الديكور اولا لازم يكون دارس اساسيات التصميم الداخلي، بالاضافه دارس البرامج، انه هاي المساحه كيف راح يحولها، هل هذا التصميم يلائم هذه المساحه ام لا. انت اليوم شلون تستخدم الالوان بالشيء اللي انت تحبه؟ لازم الالوان تكون ملائمه وصحيحه للجو العام اللي انا احتاجه. يعني مو اليوم مو أنا مصمم ديكور أجي أخلي لوحة أو أخلي سويت كوشة واشتريت تخم أنه أنا صرت مصمم ديكور عفوا، أو أنا اختريت نوع خامة من الستائر أنا صرت مصمم ديكور. مصمم ديكور شلون راح يحول لي هذا الخراب، هذا الخراب. نعم. المحطم بالأماكن القديمة المعدمة اللي ما بيها روح ما بيها حياة، كيف راح ينطيها هنا عالم آخر؟ كيف يحولها وينقلها نقلة نوعية صحيحة تلائم الظروف البيئية اللي عندي؟ لذلك دا أشوف أنه كل الشهواية صار أي واحد سواله جدار، خلاله لوحة، صبغة شو ما كان، قال أنا مصمم ديكور. مصمم الديكور يحتاج إلى خطة صحيحة، خطة عمل صحيحة، أساسيات صحيحة، تأسيس الكهرباء لازم يكون مدروس، الخامات اللي داخلة بالتصميم الداخلي لازم تكون مدروسة. يعني قبل فترة أنا دخلت قاعة مع الأعراس، وجدت كل قاعة الأعراس مستخدمين خامة هذا التغليف البلاستيك الأشرطة. كيف؟ طيب هذه أصلا هي قابلة للاشتعال، هذه شلون أنا أعتمدها بقاعة أعراس؟ هذه أكبر خطأ إحنا نواجهه اليوم بالمجتمع العراقي، الخامات غير مدروسة، ومع الأسف
ما عليها رقابة، لذلك احنا بدنا نشوف نسبة حرائق كلش عالية تصير بدون يعني ما حد يعرف شنو السبب. السبب انه الخامات اللي دا يشتغلوها خامات تقليدية، خامات قابلة للاشتغال للاشتعال عفوا، خامات غير مدروسة دا تدخل بالسوق العراقي بدون معرفة، بدون ثقافة، بدون ماتيريال عالي، بدون خبراء مختصين انه يحللون هل هذه المادة اليوم اني تلائمني بهذا المكان او لا. لذلك نشوف انه دائما يصير عندنا تماس كهربائي عالي، لانه كل اللي مع الاسف انه انا يعني وجدت الكثير الكثير بعملي انه يجون ما مختصين لا بموضوع الكهرباء، لا مجرد مهنه لا امتهنها وعجبتها وتعلمها واجى اشتغلها حتى ما متعلميها ما متعلمها اجى نفذها. هذا مو صحيح. حتى اليوم مصمم الديكور اني مو هو مصمم ديكور اجي اخليه يشتغل بيتي وهو ما عنده اساسيه صحيحه ولا دارسها ولا داخل دورات تعليميه. زين شلون نقدر اليوم احنا نعرف انه هذا المصمم؟ اني اتعامل مع شركات مختصه احملها مسؤوليه كامله. نعم. شركات عقود اتفق معاهم. نعم. اخطط يكون الشيء مو عشوائي، هنا أنا راح يكون شغلي سليم، محقق لي بيئه سليمه، مبتعد عن السايد افكت اللي يحصل عندي بالبيت او بالشركه او بالمعمل وكذلك. ليش؟ لانه مهما يكون الشركات هنا، الشركات مشتغلين كل هواية عندهم خبره، هو يتحمل مسؤوليه ايش راح يصير عندي، اطلع من اي ضرر يعني ضرر يصير عندي بالعمل. فنتلافى هذه الاخطاء. نعم. صراحه اتمنى انه الناس شويه تحسب للانكم، يعني ادفع اني اكثر بس احصل على نتيجه افضل او سليمه وما تسبب عندي مشاكل. هو راح يطلع الشغل مو حلو راح يرجع يفلش فراح يدفع اكثر. فاني دا اشوف الناس تقول لا اني بس خل اخذ الفكره من عندك والتصميم من عندك واني عندي منفذين. اني ما انصحهم انه هو يروح يجيب منفذ، اكيد هذه محتاجه الى امور سلامه. بالضبط. الى امور تخطيط. بالضبط. استغلال المساحه. دكتور استثمار الوقت. نعم. اريد اسالك احنا اليوم وين من تصاميمنا الخارجية من إسماعيل فتاح الدكتور، خالد الرحار، رفعت الشادرتشي، هذه الأشياء والبنايات اللي بقت اليوم. اليوم ما جاي نشوف بنايات لا مؤسساتية ولا بنايات سكنية ولا غيرها تعني بتسويق التصميم الخارجي لهذا الأشياء. احنا اليوم وين هذا الموضوع؟ ليش ما باتت تصاميمنا الخارجية لبناياتنا ومؤسساتنا انه بهذا المظهر الجذاب اللي مثل ما اليوم افوت بساحة الطيران اشوف جدارية فائق حسن، مثل ما انتقل الى نصب الشهيد اشوف اسماعيل فتاح الترك، هذه اللمسات وين اليوم التصميم الخارجي من الساحات من المتنزهات؟ اليوم ليش احنا بعيدين من كل بعد عن هؤلاء المهمين والذين لا يتكررون؟ نعم، لانه احنا الان مع الاسف مجتمع ينظر الى انه اليوم انه هاي البلوجر الفلانيه شلون دا توصل وشلون دا تسوي بيتها وشلون دا تصمم. لذلك احنا صرنا مجتمع يبتعد عن الثقافات العاليه المتقدمه، الناس الواصله ما يبحثون عن هذه الشخصيات. اصبحنا مجتمع يبحث عن اليوم البلوجر الفلانيه شلون سوت بيتها وشلون اخترت الالوان وشلون صعدت سياره. لذلك صار عندنا تلوث بصري كبير. قطع. بشارع بالضبط. العراقي بالضبط. افتقر للثقافه العراقيه. نعم. افتقر للعمارة العراقيه الاصيله. ترى انا لليوم من امر على هيئه الضرائب وامانه بغداد. نعم. وابو هذا التصميم اللي شوهته للاسف كيبلات الكهرباء. نعم. والسبارت اقول حرامات، هذا ما فعلاً. لوحه معماريه اندثرت. نعم. لانه فعلاً. ما اعرف ليش مجتمعنا بات اليوم ما يعني يهتم بالتصميم الداخلي بينما سابقا احنا نهتم بالتصميم الخارجي لانه الاخرين يشوفوه. فمن الواجب الاخلاقي والطبيعي انه اضع تصميم جميل. نعم. حتى الناس تتابعه. تصميم داخلي وخارجي. ايه؟ يا بدر كل دول العالم لهم. نعم. ليفل معين يعتمدوه بالارتفاع للبنايات. نعم. للإشراف حتى الشباك انه ما يشرف على الجيران. اختيار الالوان. اختيار الالوان ما من حق اي مواطن يعتمد التصاميم بكيفه، لازم التصاميم يقدمها وتطلع لجنه اشراف وتشوف التطابق، هل نفس التصميم اللي طالبته الدوله بالمخطط اللي عندهم مع التصميم اللي يختار الزبون، هنا يوافقون وتطلع لجنه الا من حقه يبني ويصمم. احنا الان بالعراق ما موجود عندنا هذا الشيء، كل انسان عجبه بيته يمكن غير البنك المركزي على خلاه يسلط على الجيران. ماكو هذه الرقابه الصحيحه. لا. اليوم في الشارع العراقي، لذلك اصبح عندنا تلوث بصري كبير من ناحيه المطاعم، من ناحية المحلات، هاي اللوحات الإعلانية الفوضوية اللي ما بيها أي فن، ما بيها أي جمالية، ما بيها أي
استقطاب للزبون بطريقة صحيحة بحيث صار تلوث بصري. اليوم حتى هوية الإعلان بطريقة صحيحة احنا فقدناها، لذلك تشوف انت ما تمشي بالشارع كلها فوضى. نعم، حتى التورات اليوم المجمعات السكنية اللي تنبني غير مدروسة، مجرد كم هائل من التورات اللي تنصبت بآن واحد، ما مدروس لا تجاه الجسر ولا تجاه البوابة بالضبط. ولا حتى الخرائط بها مشاكل، حتى الخرائط بها مشاكل. نعم. يعني أنا دخلت أكثر مجمع سكني اشتغلت به ما وجدت أنه لا الارتفاع صحيح ولا يعني دخول الهواء، تيار الهواء والشمس والإنارة بطريقة صحيحة. نعم. طيب هذه الأرقام الهائلة. نعم. من غير أنه أنا اليوم لما أخليت هذه الارتفاعات وقدمت هذه التورات اللي هي كم هائل أصبحت بطريق واحد، أنا اليوم يعني ردت أحقق أنه أسوي أكبر قدر ممكن من خلينا نقول المجمعات السكنية حتى ساعد بها عدد كبير من السكان. إحنا اليوم ما ساعدنا عدد كبير من السكان، إحنا اليوم دمرنا شارع ودمرنا بلد، سوينا اكتظاظ حتى أسعارها كبير بالطريق. نعم. الشارع العراقي يعني. نعم. وده تشوفون الازدحامات، هاي كلها بسبب أنه إحنا ما عندنا شيء مدروس. طيب دكتورة، نصائح تحبين توجهيها إلى ربات المنازل باختيار الألوان، وشنو هي الألوان اللي دارجة بالوقت الحالي أو هذا الصيف؟ أنا أكثر شيء أنصح دائما أنه نعم. تكون الألوان الأساسية، الألوان الأساسية من الأبيض والأوف وايت والكلاس وايت. ليش؟ لأنه هذه الألوان راح تقدر تعتمد وياها أكثر من لون من أثاث ومن إكسزاريس ومن ستار، وبنفس الوقت ما راح تكلفها لما تحب تغير، راح تكون قابلة للتغيير وسهلة يعني هاي المساحات بضبط. يعني الكبيرة والصغيرة يختارون. نعم. هذه الألوان؟ المساحات الكبيرة والصغيرة، حتى لما أنه تعرفين ربات البيت هي كل سنة تحب تجدد وتحب تغير بالأثاث والستار، تكون لها الحرية بال... نعم، تكون الألوان دائما هادئة ومريحة للنظر. نعم. وبتكون بنفس الوقت غير مكلفة جدا، حتى أنه تقدر تغيرها يعني بسنوات قريبة، لا تكون بعيدة جدا وتكون هي مالة من البيت. وبنفس الوقت أنا أعتمد موضوع الفونغ شوي، هو توفير الطاقة الإيجابية والسلبية وتأثيرها على الإنسان، وشون يحقق بيئة مريحة وتنطي دائما تجديد بالطاقة الإيجابية والسلبية. نعم دكتورة، طرقت الموضوع على الهامش، أنه موضوع تخطيط بالتصميم، دخول الإنارة الطبيعية ودخول التيار الهوائي. يمكن اليوم ولا واحد من عندنا يفكر بهذه الأشياء. بالضبط. اليوم لما نختار خريطة لتصميم قطعة أرض، أكيد أول شيء هو والأهم شيء، عندي واحد من أصدقائي يقول، قلت لأمي، قلت لها هاي قطعة 600 متر خلينا أخذها، قالت لا يوم هذا وجه، يعني هو بيت عفوا، قالت لا هذا وجه البيت مو بوجه الشمس ما أريده. صح. إحنا اليوم ليش غاضين النظر عن وجود هذه الأشياء، أنه الاهتمام بشروق الشمس وغروبها، دخول الإنارة الطبيعية للبيت، ايضا دخول التيار الهوائي، وتعاملنا مع مناخنا كلش صعب، يعني شلون نتعامل ويا هذه الاشياء؟ طبعا سابقا كانت التصاميم مدروسه اكثر من الوقت الحاضر. ليش؟ لانه قبل كانت شركات عندنا عالميه تدخل العراق، يعني مثلا شركات الايطاليه، شركات اليابانيه تدخل تصمم لنا مواقع العمل، فنشوف انه بيت على ما اظن شبكه الاعلام العراق تصميم ياباني. نعم. نعم. فسابقا تشوف انه البيت صغير من الداخل بس منطيه فضاء كبير من الخارج. ليش؟ لانه هنا نعتمدوا احنا طبعا ما عندنا هاي الثقافه، ثقافه الفونغ شوي وشلون نعتمد الالوان والتجويد، هذه كليتها مهمه بعلم الطاقه، انه الاتجاه الشمس كلش ضروري. نعم. لانه هاي ترددات الطاقه الايجابيه نستمدها من الشمس، تبدي تدخل للبيت عن طريق الترددات، تقتل البكتيريا وغيرها، تقتل البكتيريا، يكون البيت بتيار دائما هواء وضوء، يبدي دائما نشوف البيوت اللي بيها شمس وضوء وهوايه تكون ايجابيه، انه انت ما تشعر بالملل، لانه هذه دائما مشبعه بذبذبات الطاقه. هنا لا، اليوم المهم أنا عندي 100 متر، شلون أستغلها كلها غرف وشبابيك صغيرة وبس أريد أنه أسوي، لا هو مو هنا الموضوع. أوكي، أنا أنطي فضاء كبير، أعتمد الشبابيك بطريقة صحيحة وأشوف اتجاهات الضوء والشمس والتيار الهواء من وين، وأعتمد النبات الطبيعي اللي هو طبعا كلش بينيرجي عالي للإنسان، وأيضا يدخل الأكسجين المنزل، ونحاول نخلق بيئة صحية. نعم. مريحة للإنسان. دكتورة رشا، أكاديمية ومصممة ديكور، شكرا لك، ونتمنى نشوفك إن شاء الله بلقاءات أخرى. أنا رتينا برنامج صباح الخير يا عراق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك لوجودك.